اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده برضه بلا اي حاجه. بشكركم على الدعم المتواصل للقناه، متشكرين والله يا شباب. الهلال بيضرب العميد في كلاسيكو الدوري السعودي، فيعني انت في حضره الزعيم، انت في حضره زعيم اسيا. الهلال بيكسب الاتحاد متصدر الدوري السعودي وبفرق عنه 11 نقطه، يعني الاتحاد في المركز الاول ب 54 نقطه والهلال في المركز الرابع ب 43 نقطه، فيعني كده بيقولوا كلاسيكو كان موت، الماتش عالمي كده يعني ما بين الفرقتين. فيعني بصراحه كده يا جماعه بيني وبينكم ما عرفتش اتفرج عليه مباشر، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان بيبقى عندي خدمه عسكريه، اكيد يعني مش كل الماتش هعرف اصورهم مباشر. وان شاء الله كده يا جماعه نحاول نصور النهارده ماتش ريال مدريد وباريس مباشر. فانا بس اهم حاجه كده خلينا في الهلال ونشوف اللي حصل مع الاتحاد. رسميا كده يا جماعه بقول خلاص الدوري السعودي بينتهي، والف مبروك لجمهور الاتحاد بتتويج الدوري، يعني بقى مبروك مبكرا. فتعالى كده بقى نشوف الماتش اللي حصل بينهم هما الاثنين. بس طبعا بقى الفيديو مش تنسوا تعمل لايك، يعني يا شباب عايزين بس نوصل الفيديو لحد 5000 لايك. ها هتعملوها ولا تكسفوني؟ طبعا بقى ما تنسوش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا يا معلم. يلا يا عم. الهلال والاتحاد، كامارا رومارينيو. طبعا الاتحاد في غيابات غريبه، والهلال يعني يعتبر بكامل نجومه، بس الاتحاد في كتير قوي مش موجودين زي العبود، حمد الله، مين تاني؟ العبود وحمد الله ومين تاني؟ وكورنادو، وتقريبا البيش بيلعب، مش فاكر مين تاني يعني. بس في غيابات مؤثره، زياد الصحفي مش موجود برده، حجازي مش موجود، فحجازي بيفرق يا جدعان برده. فخلينا نشوف الكلاسيكو ابتدى مع بعض، كلاسيكو الدوري السعودي، وان شاء الله تبقى حلقه تاريخيه يا جماعه. لايك سبسكرايب شير، 5000 لايك يعني اقل من كده مش هنقبل بالموضوع ده. خلينا نشوف اللي حصل. طبعا ده في ملعب الاتحاد الهلال، الشنقيطي يا ولد يا بليه يا بليه يا بليه يا بليه من اولها، سلام على البليه. البيشي البيشي يا جماعه حريف والله، والله لعيب حريف. البيشي البيشي اوب 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 اوب، لا 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 ده بقولها، الاتحاد كان نازل سخن، الاتحاد كان نازل سخن، انه البيشي بقول لك لعيب محترم يا جدعان والله العظيم. السلام يا سلمان، موسى 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 يا ولد، يا عيني على الكنترول. اوب 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 سالم، اوه ايه ما فيهاش حاجه، سلام على الكنترول يا موسى، يا سلام يا كنترولك. ايه الحق، فيها ضربة جزاء، الحق الواد، معلق رجليه، معلق رجل سالم تقريبا، اكيد مش هيقع كده لولو الوطن يعني. سلمان سلمان يا سلمان كاريو. اتفرج بقى كده يا معلم على هلال جاردين وهلال دياز، شوف الفرق ما بين الاثنين، فرق شاسع. سلمان اعزف يا سلمان. نعم 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 يا غروي. غروي مستغرب بيقول لك جاي منه منين ده؟ جاي منه منين؟ ده بيرمي جسمه على المدافعين بيموتهم. ايه ده؟ ايه اللي بيعمله ده؟ بص 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 بص، وحش 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 يا جدعان، وحش الله اكبر عليه. لو على رجاله. ايه ده؟ ايه ده؟ بوم 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 يا جانو. اهلا وكلاسيكو، اقفل اقفل الكوبري اقفل عشان ما تفتحوش تاني. صعب يا غروي عليك بصراحه، صعب يا غروي. يا سلام يا سلام يا جانو، مزيكا مزيكا يا جانو. انه هداف الدوري السعودي بجد، يعني هو سفاح سفاح. الشام ده ازاي ما راحش المنتخب مع نيجيريا يعني؟ هذه هي الاهداف. بص سلمان الفرج، سلمان الفرج ما بيتفرجش على ضربه الجزاء، مش فاهم ليه يا جماعه، يا ريت تكتبوا لنا كده في الكومنتات تحت ليه يعني، ما هذا الغرض يعني. على هدف التعادل، الجمله حلوه برضه بتاعت الاتحاد. لكن ايجالو له راي اخر، ايجالو بهدف الفوز. يا سلام عليك وعلى ضحكتك الجميله. هو برونو ريكي برضه يا جماعه، الله اكبر عليه، بابا اتزحلق اتزحلق، يا لهوي عليك يا جمهور يا مدعوس، اتزحلق قدام الجول وبيتزحلق يا اخي يا اخي، حرام عليك، بتعمل ايه يا جمهور؟ يا لهوي على برونو ريكي يا جدعان، برونو ريكي ده جايبينه منين يا جدعان؟ نفسي افهم بجد، الله اكبر عليه، جايبينه منين؟ انا فهموني بس، برونو لعيب عالمي بجد، برونو انريكي لعيب عالمي، تخيل هو برونو انريكي واندريا فيليبي وكورنادو الثلاثة مع بعض
هيبقى نص ملعب احسن نص ملعب تقريبا في الدوري السعودي كله. اوه سعود 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 بيألف كتير. سالم ألفت يا سالم. موسى سالم سلمان 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 اوب 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 لا 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 اوفسايد 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 يا ماريجا اوفسايد يا ماريجا. نحس منحوس ايه نحس منحوس دي هو نحس منحوس هي هي اوفسايد انت نايم في الاوفسايد يا جدع. بص سلمان برضو بس ماتش قوي جدا بصراحه بين الفرقتين عاملين ماتش عالمي لغايه دلوقتي يعني. ان شاء الله النهارده يا جماعه نحاول نعمل رد فعل مباشر على ماتش ريال مدريد وباريس مدريدي وان شاء الله المرينج يعملها النهارده ان شاء الله يا جماعه ريال مدريد يعملها. بريرا نازل مكان موسى. هنقدم شويه نقدم شويه بس عشان التغييرات ملخص ما يكونش طويل. برونو برونو فهد فهد يا فهد يا فهد ايه اوفسايد برضو اوفسايد يا فهد كالعادة فهد كالعادة فهد يا الهي على الكلاسيكو جونين جونين ولا ثلاث جوال لغاية دلوقتي ملغيين. اه اوفسايد اوفسايد يا فليبي اوفسايد في اوفسايد بس الفينش حلو تصدق الفينش حلو بتاعه اخيرا ظبطت الفينش. تكتب لجمهور الهلال بهدف ماريجا فرحه لم تكتب لجمهور الاتحاد بهدف فادي مولد اللي يحبس الامل. اوفسايد يا عم هي باينه اصلا نفس اوفسايد. حاله تسلل حكم الفيديو على فهد المولد دخل التمرير الكره شوفها من جانبي اندريه باينه نفس اوفسايد. طبعا يا جماعه زورنا الواحد مزكم شويه فيعني صباح الفل مشوها يعني. تاكد من اللقطه واشار رومارينيو ملحوس انت النهارده كانه كولر طالع كولر عامل ماتش حلو بصراحه. احمد بحسين اندري الاتحاد في الجزء الاخير من المباراه في اللحظات الاخيره المتبقيه يحاول عوده حمدان. حمدان تعمل ايه يا حمدان دي البيشي 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 في الدقيقه كام البيشي يا ولد يا معيوف يا معيوف يا عالمي يا معيوف يا عالمي يا بيشي والله يا جماعه لعيب محترم الله اكبر عليه بجد الله اكبر عليه بجد. البيشي من الناس اللي حبيتها الموسم ده. طبعا هقدم تغييرات كالعاده يعني هو تقريبا الفيديو خلص يعني او الماتش خلص. وبعد ذلك غير كل شيء لمصاعه الفريق واصبح يلعب الكره اللي يحبها من سنوات طويله الكره الهجوميه. مين ده مين ده البلاهي البلاهي ولا كانوا بيسخنوا الجمهور. شكرا 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 لكم معايا الفيديو خلص. بس بقى معلم كده بحاجه خاصه الفيديو عشان تشتري لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشوفوا الحلقات الجايه. السلام عليكم.